احنا اتولدنا لقينا فيه فنانين، في ناس بتنقد وفي ناس بتحب الموضوع. في افراح شعبي بتتكلف كتير جدا، في افراح بتعدي الملايين، معظم الشباب عايزه كده. فالنهارده انت لو قضيت على الناس دي مره واحده تحصل مشكله. في رقصات بيطلعوا زي مايو باكيني. ما هو انا بقى بخاطب ناس في الشارع. تجاوزات في كل حاجه، التلفزيون فيه تجاوزات اكتر من الفرح. اللي عليه المسؤوليه هيبقى لا متعهد الفرح لا رئيس الفرقه. الفرح الشعبي ده طول عمره من سنين ويامه الناس في الفرح الشعبي عمالقه غنت في الشارع. الافراح بتاعتنا احنا بنشتغل في محلات، بنشتغل في نوادي، بنشتغل في قاعات، بنشتغل في الشوارع، المناطق الريفيه فهم ما عندهمش قاعات فهم بيعملوا افراحهم في الشارع، فافراح في الشارع مختلفه عن افراح القاعات. الرقاصه قبل القايمه، يعني ممكن يقول لك هتفق في الفرح هتجيب لي كام رقاصه على المسرح. عدد الزبون يطلب يقول لي كده انا عايز نمرتين لابسين قصير وبتاعه، فانا بجيب له على حسب مواصفات اللي هو عايزها. هو بيقعد يتفرج على النت فاللي بيعجبه بيقول لي انا عايز فلان، ببدا اشتغل على فلان اللي هو طالبه. وتلاقي بقى الموبايلات تطلع والناس تصور والفيديو يصور، وتلاقي الموضوع بقى تاني يوم على اليوتيوب واليوتيوب يعمل مشاهدات، والناس بدات تتجه ان هم يقلدوا ان الفيديو ده احنا عايزين انيل من كده. هو بينزل بال15 رقاصه بال20 رقاصه وممكن اكتر، وممكن فرح تلاقي فيه اثنين. برضو حته الرقص ديت لها عمر فالغنى ممكن يستمر شويه، يعني الواحده لما تغني تقعد شويه. لو صاحب الفرح جايب اي حد او هو جايب اللي هو جايبه نتيجه عن اللي شافه. في بنات في المهنه بتاعتنا يعني ربنا يهديهم بيعملوا مثلا الغلط، فدي بتسوق لنا كل زي ما تقولي الحسنه بتخص السيئه بتعمل. انت تنازلتي مثلا وتعريتي ولبستي بدله رقصه، ده اخر تفكيرك في التنازل؟ لا، كفايه لغايه كده، المجتمع لازم يوفر لها الحمايه بقى. فبيطمع المشاهدين ان انا جايب فلان وفلان وفلان وفلان، وجايب عازف فلان، وجايب مطرب فلان، وجايب مطعم بقى الموضوع ب 20 رقاصه. فطبعا الناس اللي قاعده فبتتفرج على 20 رقاصه، تخيل انت 20 رقاصه على 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 يعني زي ما بيقولوا كده على وش المسرح كده يعني، فانت تتفرج هنا وبتتفرج هنا. عارضات ازياء وملابس مش كويسه، يعني في الوقت في رقصات بيطلعوا زي مايو باكيني، حاجات طبعا جنسيه وحاجات كده ضد الاباحيه فعلا، ان احنا الوحده انما حركات بالايد والكلام ده عيب طبعا. في ناس كتير قوي مش فاهمه ايه الفن في الموضوع، مع ان هو يعني في رقصات كتير زي مثلا رقص الباليه، ده برضو نوع من الرقص تمام، بس الفكره كلها الحركات مختلفة. فليه الرقص الباليه هو معترف بيه كفن لكن الشرقي مش معترف بيه كفن؟ انا بحب الرقص بس انا واخدها كوظيفة ليه؟ انا مطربة رقاصة بشتغل اي حاجة ربنا اللي هيحاسبني مش البني ادم. في ناس فينا وحشة بتوحشنا. لسه نظرة الناس للراقصة عموما مش مظبوطة قوي، فعلشان هو يشوفها لايف قدامه تمام، فده ممكن يخليه يتصرف تصرف هوجائي او غير اخلاقي يسيء ليها يعني. السمعه ولا حاجه، والناس بتاكل عيش، مالناش دعوه الوحش وحش والحلو حلو. المطربين مالهاش دعوه، انا عن نفسي بخش اعمل نمرتي باخد بعض وامشي. قول ما انت زي الفل روق ونسلم واضحك يا سيدي الكل، هو
هو لو في شغلانه خلاف كده كنت زمان اشتغلتها وقعدت ايه اجيب الناس دي افهمها حتى قبل الفرح. ما في في كل مش فيه تصاريح للفرق والحاجات دي، انا بديله التصريح اقول له ما تتجوزش كذا وكذا وكذا وكذا. انا بنزل من على المسرح ببقى ست بيت وببقى ام. انا ليا ابن الثانويه جالي مره كان نفسيته تعبانه، فانا بقول له مالك يا سيف زعلان من ايه كده؟ قال لي لا يا ماما ما فيش اي حاجه، الكليب بتاعي كان معروض، فانا اصحابي بيقولوا جميله وكده، فانا رديت قلت لهم دي امي، قلت له ده انت زعلان؟ قال لي يا ماما انت بالنسبه لي الهرم الرابع بتاعي. من هو المتسبب في ان الظاهره دي تكبر وتتفاقم؟ من غير فن ومن غير رقص ومن غير غنى ما يبقاش فرح. حلوين الصراحه ورقصهم وجسمهم وكل حاجه فيه. سلوكيات المجتمع وصلت لدرجه صعبه. لو هم جايين ببدل طويله مش عارف، طبعا بقول لي لا انا مش عارف بدل طويله. بيتصارعوا طبعا ان هم مين تبقى عريانه عن الثانيه وبيكسبوا، كل ما كانت لبسها خليع شويه بتكسب. بتبص تلاقي كذا ترابيزه بتاع، بتبص تلاقي تحيه خاصه، ممكن ده 10 ممكن ده 5. انا بقبض ب 400 جنيه ما بيزيدوش عن كده، ما يعملوش حاجه، بدفع كل شهر 1500 جمعيه وعلى قصاد بردك بسدها. ممكن اقعد ساعه باخد 150 جنيه. مين يكون مثلا اعلى واغلى مهنه في مصر؟ انا افترض مثلا مهندس في شركه بترول مثلا، او دكتور مثلا طبيب، مش هياخد الاجر اللي بتاخده رقاصه في اليوم. في رقاصه ممكن تروح ب 10000 جنيه في اليوم. انا فاتحه بيت وساكنه وعندي اطفال، ده اول حاجه. فبالنسبه للمحل مش هيقدر كل ده، فالفرح انا بعرف ان انا اخد اجر كويس منه. يا راجل احنا نبطيه بس صنايعيه، احنا نبطيه بس صنايعيه. التحية دي جاية من فلان الفلاني، بيحيي صاحب الفرح وبيحيي كل الضيوف اللي منورانا، اللي مفيش منه كينج والهرم، تحية خاصة ليه اللي بيصب عليكم وبيصب على كل الضيوف اللي منورانا، أحلى تحية لأحلى عريس وأحلى صاحب فرح في الدنيا. الشاويش عندنا كقدارة، بيقدم المطرب، بيقابل الناس، بيحيي العريس، بيحيي العروسة، كده. في شوشية بتدور على الكلمة اللي تخليهم يشتغلوا بعد كده. كلام يعني ممكن يكون كلام مثلا عادي زي الرجل أدب، مش عارف كلام من ده. ممكن ايه؟ ممكن اجي على اعمل افيه، ممكن اجي على ازازة مقفولة زي دي واروح اعمل كده وهي مقفولة افيه بس. يعني مثلا يتقال مثلا تليفوني وانا حرة فيه مثلا، ده كلمة يعني. فتليفوني دي معروفة انها تتقال في وسط كلام انها مش تليفوني، فبتيجي معنى تليفون قال يعني اللي هو تليفون يعني، لكن هي مش كده يعني. ممكن انا اقول افيه بقى، افيه خصني انا، وفي جميل اي افيه ممكن اقول ما حدش قدنا، ما حدش زينا، عشان احنا بتوع ربنا. الناس بتحب الحاجات دي. واول ما بقفل الافيه الفرح بيولع. في المطربه مثلا لازم بتتغني بتعيش مع مثلا مع المزيكا، مع سواء في الفرق، مع فرح، مع العريس، مع العروسه، مع الناس، بس مش ما توصلش بقى ان احنا نعمل حركات احنا مش عيب يعني. الزبون طالما راضي يعني، صاحب الفرح طالما راضي بالكلام ده، راضي بالكلام ده، خلاص هو حر. انا برفض الكلام ده. يبقى في رقصات في اداره مسرحيه اللي هو بتسمى اللي هو بيسميه شاويش المسرح، اللي ممكن يلغي رقاصه، اللي بيلغي رقاصه في الشغل، مش بيلغيها يعني بمعنى ملغيه. وهو اللي بقى في الفتره اللي احنا فيها حاليا هو اللي بيحيي الفرح. الناس بتبقى معزومه وجايه الفرح قاعدين، احنا بنبقى شغالين، بنطلع نرقص بنرقص معاهم، والمره الثانيه بنرقص معاهم برضه، الثالثه بقى بيخنقونا احنا. احنا بنبقى طريقتنا في الكلام بنخلي الغفير وزير او الغفير السفير، وحد منقط مثلا ب 1000 جنيه. الظاهره دي بقت ظاهره صعبه جدا،
ليها بعض السلبيات اللي ممكن تؤدي مشاكل كبيره في المجتمع. فيلم عبده موته والكلام اللي هو كان معمول دوت الافلام السينمائيه اللي بوظت الشباب وبوظت الاطفال وبوظت الدنيا. جايين على افراح الشعب دلوقتي حاليا وعايزين يلغوها. هو يدوم معاش يعني هيدي لكل واحد كل شهر 40,000 جنيه اللي بيتكلم ده عشان يصرف على عياله؟ يعني 90% يخاف يعمل ورق، يخاف يعمل الهويه المصنف لان عليه حاجه، اللي عليها قضيه، اللي عليها الاهل مش عارفين ان دي رقاصه. احنا جايبين كروت وحاجات، ان احنا جايبين ترابيزات وعده شاي بفلوس مبلغ جامد، فطبعا ما مش عارفين ندفعوا حسابها. ليه؟ ان مفيش شغل اصلا. ارتباط برضو حتة المخدرات واللعبة بالسلاح والرقص بيه والكلام ده حتة التعبير عن السعادة. لازم مخدرات الفرح ده واجب، لأول ما يخش يقعد على الترابيزة لازم يديله حصته. يا عم ولع يا سيدي ولع، يا عم ولع يا سيدي ولع ولع. السينما المصرية دلوقتي بتجسد كل أفلامها في موضوع الأفراح، كل واحد عاوز يقلد الفيلم الفلاني، يقلد الفنان الفلاني. جمعيات، الجمعية عبارة عن نقطة بتترد للناس في أوقات معينة زي ميعاد العزوم، فهو ده اللي بيبسطهم، فبيبتدوا إن هم يرموا الفلوس، وهو ده بالنسبة لهم هو اللي أساساً عاملين عشان الفرح أو اللي بيسموها الجمعية. دور النقابة إيه؟ إن لو بيتكلموا لو إن الرقاصة دي معاها تصريح، التصريح ده هو عبارة عن الكارنيه، ماشي، يبقى خلاص بتشتغل يعني. فطبعاً لو هي مش معاها تصريح بتبقى مشكلة. تجاوزات ممنوع، وتحط حاجات صارمة يعني وعقاب صارم. عبد الوهاب غنى في فرح شعبي، ورشدي كل طول عمره شعب الله يرحمه، وقنديل طول الله يرحمه، ومر العطار والتلباني. يعني هو ما يتلغاش من الفقره دي، يعني كلها ناس بتاكل عيش، وبرده زي ما بقول لك انا بيدخلوا البهجه على الناس.